الفيديو ده لحبايبنا اللي بيسافروا كتير يروحوا فنادق وكده، بالذات لو فندق مفهوش بريكفاست او حاجه زي كده يعني. ف هنشوف طريقه ازاي نسلق البيض في الكتل. في الكتل طيب، البيض اهو يعني حرصا على سلامتكم. تأكد ان البيض تاريخ الصلاحية بتاعته شغال. هتحط المية عادي خالص في الكتل، تشغل المية تقريبا ده لازم يشتغل. تمام كده، هنغلي المية وهنشوف الخطوات بالظبط. هندردش شوية كده لحد المية ما تغلي. في السعودية هنا هتلاقي كل أحجام أزاز المية من الحجم ده، مش عارف في حجم أصغر ولا لأ، بس ما أعتقدش يعني، لحد أي حجم ممكن تتخيله. طب الحجم ده لازمته إيه؟ الحجم ده لازمته عشان الناس يعني ما تستهلكش المية على الفاضي. يعني أنا لو فاتح إزازة 350 ملي أو ما أعرفش كام ممكن ما أشربهاش كلها، لكن دي لو فتحتها في الغالب هشربها كلها مش هسيبها يعني، بالذات في الأماكن اللي هي العامة وكده. يعني الناس طالما المية متاحة، الناس يعني بصراحة بكل واحد يفتح زيت مية يشرب بقين منها ويسيبها، فحد تاني يجي طبعا محدش بيشرب معاه حد، فالمية بتترمي. فعشان كده عاملين السايز ده 200 ملي ده. تمام. طيب احنا هنستخدم الكوبايتين دول في عمل البيض المسلوق. نطلع كوبايتين ورق كده، ورق ولا كرتون زي ما يكون، بسميه ورق. هنغلي مية طيب لحد المية ما تغلي هناخد البيض. طبعا احنا مش هنحط في الكاتل على طول، طبعا السبب معروف ان البيضة ممكن تتكسر ولا حاجة فيطلع منها بقى ايه، تبهدل لك الكاتل خالص. انت بعد كده الكاتل ده محتاجه ان انت لو عايز تشرب شاي او تعمل حاجة، فانت محتاج ان انت الكاتل يفضل نظيف يعني. فنحط البيض هنا كده، طبعا العملية دي احنا محتاجين بعدد البيض اللي انت عايز تسلقه كوبايات كوبايات ورق، محتاجين معلقة نعرف وزنتها ايه، اعتقد ممكن تخمنه يعني بس هنعرف وقتها. طبعا محتاج كاتل ومحتاج كهرباء ومحتاج مياه ومحتاج بيض. بتاعتي لقيتها في السوبر ماركت جميلة جدا جدا جدا، ده هو عربي كده سريعة التقطير، فيها زعفران، فيها هيل طبعا، جميلة جدا، اشتري منها كتير وانا عايز ان شاء الله ما تخلص يا عم. ممكن نقول كلمتين انجلش كده عشان الناس لو حد بيتكلم انجلش متابعنا. This is the way how we will boil the eggs at hotel room that having only boiler here. I'll show you the steps to boil the eggs without any يعني make without any make any trouble for the for this boiler. Make it dirty or something. We'll keep it clean, till it clean, to be used later if you want to change the recipe. If you want to make a tea or anything else. I have also another method to make potatoes boiled potatoes.
but it takes too much time, so I prefer to buy the potatoes from outside, smashed potatoes or mashed potatoes. We need 2 paper cups, we need 2 eggs, sure. We need a spoon. I prefer to be a metal spoon, but if you don't have it, plastic spoon will be enough. I usually, when I travel, I get my the spoon, knife, and fork with me. But this time it was short notice, so I missed to get my items with me. Anyway, نرجع نتكلم عربي بقى. أنا أساساً أنا كنت بتكلم إنجليزي يعني. بتاع الربيع اللي هو بتخلص يا عم، احنا داخلين في 6 دقايق اهو خلاص. طبعا انا يعني قريت ميه كتير عشان هنعرف ان شاء الله دلوقتي نستخدم ايه. طيب هنقفل الكاتل، نقفل الكهرباء، وبعد كده هنحط بالراحه واحده واحده عشان البيضة ما تفرقعش، يعني هنعملها تيست كده صغير. طبعا يعني سبب تاني ان طرقع ده الكتل، مش سبب تاني ان احنا بنعمل الخطوة الاولانية دي في كوباية بره، عشان الختم اللي عليها اللي عليه التاريخ الانتاج والصلاحية ده، يعني لما يطلع في المية ما يطلعش في المية اللي هتخش هتبقى في الكتل يعني. واحدة واحدة كده بالراحة، نملى الكوباية على الآخر، على الآخر يا برنس. أوكي، هنسيب الوضع ده كده 4 دقايق 5 دقايق، تمام، وهنشوف هنعمل إيه بعد كده. بام 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 بام. كده إحنا مستعدين للخطوة اللي جاية، أخطر خطوة في التاريخ الحديث والقديم والجديد، الخطوة اللي هنعملها الجاية دي، تمام. بس قبل ما نعملها عايز بس اوريكم حاجه كده من احسن الحاجات اللي الواحد بيحب السعوديه عشانها الصراحه. هي ملهاش علاقه بالسعوديه يعني، ده اكل افغاني اللي هو العيش التميس والفول الجره. ده طبعا تراث السعوديه، اللبن اللي هو اللبن الرايب. هنا لبن في السعوديه يعني مش حليب. الحليب عايز لبن اللي هو عندنا في مصر نقول عليه لبن، يعني هتجيب العلبه اللي مكتوب عليها حليب، لكن لو جبت لبن هيطلع لبن رايب. تيجي بقى تشرب كده ولا تحطه على الشاي بلبن هتلاقي الدنيا زربطت منك. فبس حبيت اقول لكم الكلام ده. نرجع تاني للبروسيس بتاعتنا. برضو في حاجه عايز اقولها لكم، الشبشب ده بتلاقوه في الفنادق، شبشب كده يعني عامل زي الفوطه كده، تحس انت لابس فوطه في رجلك. بس ده من احد متع الحياه والله في الدنيا يا جماعه. يعني اللي يروح فندق يا ريت ما يفوتش المتعة دي. اوكي ماشي، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل كالتالي، نفضي المية من هنا دي. طبعا انا المفروض يبقى معايا حاجة كده افضي بيها، بس خلينا نفضي هنا خلاص يعني. استهلكت كوباية عارفين دي، هتقرص كده على الكوباية كده عشان تمسك البيضة ما تزفلطش منك، اوعى البيضة تزفلط منك، تمام. بعد كده هنا طبعا هتلاحظوا ان الماية هنا كانت مليانة على الاخر وهنا مش مليانة على الاخر. تفتكروا ليه؟ شغل مخك يا ابني انت اهو، مفيهاش تشغيل مخ اصلا عشان البيضة يعني. ماشي اوكي. طيب هنعمل بقى الخطوة اللي هي الايه المستحيلة، خطوة مستحيلة شوية يعني. هنفتح ده كده، هنجيب ال كده، محتاج ان انا ايه، هنجيب المعلقة وناخد البيضة وننزلها واحدة واحدة كده، عشان لو اترزعت هتتكسر وهتبهدل الدنيا. فانا معلش محتاج ان انا استخدم ايديا الاثنين، فتلاقوا هو عامل زوم كده.
شوية شوية كده يعني. طلع بس البيضة كده، بسم الله. طبعا زي ما قلت معلش يا جدعان، الفيديو فاصل. زي ما قلت المعلقة الحديدة تبقى أحسن. تمام، فاحنا هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ عايزين ايه؟ نقربها كده من نسقف الجدار بتاع الكاتل وننزل واحدة 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 لحد ما ايه تنزل بالسلامة في القاع. لما نعمل نفس الكلام مع البيضة التانية. تمام، البيضة التانية اهي، نظبطها بس كده على المعلقة. لا بيضة بيضة يعني، تحس انها فاهم بيضوية فعلا يعني. ننزل واحدة 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 لحد ما ايه ما ننزلها بأمان وسلام في القاع. طمن عليهم، شغل يابا الكاتل وانت مطمن. اول ما الكاتل يبتدي يبقلل، متسيبوش بقى يبقلل كتير بقى وكده، عشان البقلالة دي هتخلي البيض يخبط في بعض، فممكن ايه يكون لسه في حاجة في البيضة يعني مش متماسكة من جوه، فتطلع بره في الكاتل وتظبط لك كده. تمام، اول ما ايه هنلاقيه يعني شوية قليل من البقلالة مش مشكلة، ولكن الكثير من البقلالة هتحتاج ان انت تعمل ايه؟ تفصل يا باشا، تسيب البيضة بقى هنا ايه بتاع دقيقتين كده ولا حاجة ولا دقيقة، وترجع تشغل الكاتل تاني تخليه بارد وفاصل، تعمل الموضوع ده بتاع 3 مرات كده ولا كمان، وتسيبها شوية كده وخلاص هتلاقي البيضة فضل المية بالهنا والشفا، بالهنا والشفا، بالهنا والشفا يا برنس. كنت بحاول أقلب الكلام كله. سلام.